دابا حاليا ولا التزايد بزاف على المنتجات ديال زيت الأرغان على الصعيد الدولي، ولينا كنصنعوا منه بزاف ديال المنتوجات، يعني كاين زيت الاكل وكاين زيت التجميل وكاين يعني المشتقات ديال الأرغان، منهم لي كريم شامبوان لي جيل دوش، وكاين تزايد كبير في الحقيقه على هذه المنتوجات هذو على الصعيد الدولي، وهذا الشيء يعني كيخلينا حنا يحقق لنا بزاف ديال الاهداف التعاونيه، منها يعني التنميه ديال المراه القرويه. هاد لا تعاوني انت ما فيه عبيت هنا رجسني قدام كل شيء تاع عيالي زعما كل شيء تما زيت تاع نادي تبون رقيت تاع عيالي انت مغارين كل شيء نقلب غير دركيت تبون ارجس نراك حتى دكوات كو يعني رحت قمن الحمد لله الطفيا الصحيه نسكات الحمد لله القرايه الدراري راه قرا مغرم كل شيء الحمد لله الا قيس هو الحمد لله نشاط نشاط نخدا الخصوصية ديال هذه التجربة أنها كانت من أوائل التعاونيات اللي انطلقوا في المغرب، تقريبا بدأت هذه التجربة في 2002، ومع مرور السنوات استطاعت أنها توظف مجموعة ديال النساء وتحسن ظروف المعيشة ديالتهم، وذلك عبر تسويق هذا المنتوج ديال الأرغان اللي كنعرفوا بأنه عنده واحد الخصوصية، والحمد لله أنه ولينا كنحتفلوا باليوم العالمي للأرغان كمستجد.